كانت بدايتك وانطلاقتك في حياتك العلمية والعملية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنرحب بكم وبنهني. طبعا قبل ما نبتدي في الحديث، دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ خليفة حفظه الله بمناسبة عيد الاتحاد الوطني والسادة حكام الإمارات وسمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة الاتحاد الوطني. أولا ابتدى المشوار في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي سنة 94. جيت على إمارة أبو ظبي واشتغلت في قطاع المقاولات وكنت مشرف معماري، وبعدين اشتغلت 4 سنين في قطاع المقاولات، وبعد كده اشتغلت في المكاتب الاستشارية. يعني دخولك لدولة الإمارات العربية المتحدة أكيد يعني وسبب اختيارك لهذه الدولة، وأكيد كان لك دول كثير متاحة في الدول العربية والأجنبية، تحديدا دولة الإمارات. يعني لماذا؟ طبعا دولة الإمارات أنا ليه أصلا كمان إخواتي قبل مني هنا بصراحة، يعني طبعا أي واحد بيتمنى يكون موجود في دولة الإمارات عموما، يعني بتمتاز طبعا بالأمن والأمان فيها، بتوفر حقوق جميع الوافدين سواء في العمل وعمال في كل شيء. يعني أنا بصراحة خلال السنين دي كلها لقيت إن المقيم بيتعامل زي المواطن في القانون، يعني ما فيش أي اختلاف نهائي خالص، وده كله بيرجع طبعا لسمو الشيخ خليفة حفظه الله وسمو الشيخ محمد بن زايد اللي وضعوا قوانين بتحفظ حقوق كل المقيمين على أرض الوطن. وانتم عايشين على الماضي والحاضر في دولة الإمارات، يعني لو أردنا نتحدث عن بناء دولة الإمارات وعن الشيخ زايد طيب الله فرعه وعن مكان الشيخ زايد، ماذا تحدثنا سيدنا؟ طبعا بالنسبة للشيخ زايد حفظه الله، هو باني دولة الإمارات العربية المتحدة وعمل طفرة في كل جميع أنواع القطاعات، سواء قطاع المقاولات، البنية التحتية، تخطيط المدن، في قطاع التعليم، في جميع القطاعات، في قطاع الطرق، الخدمات كلها بسم الله ما شاء الله تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول على مستوى العالم في جميع القطاعات، هي المركز الأول. وهي من الدول المتقدمة جدا، يعني هي تاخد المركز الأول في كل شيء، حتى في قطاع الخدمات الصحية متوفرة الخدمات الصحية لجميع المقيمين على أرض الوطن. طبعا كادر طبي متفوق جدا رقم واحد، المستشفيات رقم واحد، فالحمد لله رب العالمين، دي نعمة طبعا احنا مبسوطين بيها طبعا الحمد لله رب العالمين في جميع القطاعات. والله يديمها يا رب. يا سيد رافت محجوب، يعني انت ابن لمصر الشقيقة. نعم. لو اردنا نتحدث عن الشقيقة مصر وعن العلاقات الحميمة اللي دائما تربط دولة الامارات العربية المتحدة ومصر الشقيقة، عن هذه العلاقات بتحدث. والله هقول لحضرتك، بالنسبة للامارات ومصر الاثنين اشقاء، وكمان الشيخ زايد الله يرحمه موصي كمان ولاده بالنسبة لمصر، وطول عمرهم واقفين جنب مصر، وخصوصا في آخر الأحداث 25 يناير اللي قامت و 30 يونيو، يعني هم ليهم العامل الكبير جدا إن حافظوا على مصر. ما ننساش برضو دور الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية وما قام به في الدول الأوروبية لدعم مصر، فده جميل على رأسنا من فوق، يعني استحالة ننساه، يعني ننسى دور دولة الإمارات ووقفتها ومساندتها في مصر في أمس الحاجة اللي كنا في احتياج إليه. تاني شيء الدعم، سواء في المشاريع الاقتصادية، تعتبر دولة الإمارات من أقوى المستثمرين في مصر. يعني من هذا المنطلق ايضا، يعني وانت رجل اعمال معروف ولك باع طويل يعني في قطاع العقارات، يعني ولك هذه الخبرات المتراكمه الموجوده عندك، يعني كيف تنصح المستثمرين المقبلين على الاستثمار في هذا المجال سيدي؟ والله انا بنصح كلهم ان يجوا دوله الامارات، اولا بالنسبه سهوله المعاملات كلها. يعني انت ممكن تيجي كمستثمر تخلص معاملتك وترخص شركتك، كله نظام حديث جدا، نظام اونلاين، مش ما فيش يعني ممكن ترخ، يعني اقصى شيء ممكن تخلص شركتك خلال يوم او يومين. دي حاجة. تاني حاجة سهولة الاداء في كل شيء. تاني شيء القوانين اللي موضوعة لحفظ حقوق المستثمرين
يعني تعتبر في دولة الإمارات هي رقم واحد. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بتكون فيها أكيد دائرة القضاء يعني جهود الجهد. طبعاً 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 طبعاً. يعني طبعاً. أيضاً يعني. والأمن والأمان طبعاً في كل شيء يعني. وأكيد وأينما وجد الأمان وجد الاستقرار والاستثمار يعني، والحمد لله رب العالمين دولة الإمارات. الحمد لله. أيضاً الله حباها في هذه المنظومتين نعمة الأمن والأمان. نعمة الأمن. وهذا يعني أكيد يعني يعود بفضل الله عز وجل وثم القيادات الحكيمة اللي دائماً يعني سهرت. الله يطول في عمرهم يا رب. لحماية أمن واستقرار هذا الوطن ومن جنودنا البواسل والقوات المسلحة الله يحفظهم ويديمهم. آمين يا رب. نرفع لهم التحية أكيد والقبعات عبر قناة سما الخليج. نعم. رجل الأعمال سيد رأفت محجوب، يعني طبعا احنا سعيدين بوجودك معنا فضل الله. الله يخليك. ولكن هو البرنامج سؤال وجواب وقت البرنامج. تفضل تفضل. بدنا نتكلم عن قلب المدينة أكيد هذا. نعم. القلب المدينة هذا يعني الاسم، اختيارك لهذا الاسم وتحديدا يعني يدل على انتماك وروحك وهذه اللمسيات الموجودة عندك في دار العقارات، يعني متى تم تأسيسها واختيارك لهذا الاسم سيدي؟ والله أنا من 94 لغاية سنة 2005. نعم. وأنا أول ما جيت من أول سنة وأنا كنت حابب أفتح شركة. نعم. واشتغلت من الباطن لصالح يعني. بعدين بعد ما خدت الخبرة الوافية قوي والكفاية وحفظت كل شيء داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. وحسيت نفسي أن عندي الكفاءة أن أنا أقدر أدير شركة لحالي، فقمت بتأسيس الشركة الحمد لله رب العالمين. طبعا كانت في بداية قانون رقم 3/2005 اللي هو بيسمح بتداول العقار البيع والشراء اللي أول ما كانش موجود، فدخلنا في البيع والشراء الوساطة ودخلنا في تأجير وإدارة البنايات واشتغلنا في نفس الوقت في الصيانة اللي هو المجال الأعمال المدنية اللي أنا بحبها كمان يعني. دخولك كان بالصيانة في البدايات؟ لا في الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. كل الرخصة عندي بتحتوي على كل الأنشطة دي في عن واحد يعني. نعم. واشتغلنا الحمد لله ومعنا فريق كادر يعني في حدود معنا 9 أفراد بسم الله ما شاء الله من الكفاءات، ومعنا مهندس مدني برضو كوف. فبناخد شغل الحمد لله ولينا عملاء في البيع والشراء وتأجير ومسكين إدارة برضو الحمد لله. ونتكلم عن أبرز الخدمات اللي بتقدمونها من داخل هذه الشركة والإنجازات اللي حققتوها يعني من عام 2005 لليوم أبرزها يعني سيدي. يعني احنا نعتبر في جميع الأنشطة بصراحة. نعم. يعني سواء في قطاع الصيانة والديكور برضو بنتعامل مع الجهات الحكومية الحمد لله ومتميزين فيها. عندنا في قطاع البيع والشراء كنا بننزل اعلانات دايما في دليل الاتحاد، وعندنا العملاء بتوعنا. نعم. يعني نتكلم شوي هل من مشاكل او من معيقات او من صعوبات يعني تواجه هذا القطاع تحديدا قطاع العقارات، يعني واكيد انت بتعرف قطاع العقارات والمقاولات ايضا كله يصب بقالب واحد ويعتبر شريان مهم ورئيسي جدا في دولة الامارات. نعم. يعني هل من هموم تواجه هذا القطاع فيه؟ والله القطاع دايما ناجح، بس انت عارف طبعا فترة الكورونا وكده، فيمكن مش بس في الامارات عموما في جميع الدول، فحصل فيه يعني تكاسل شوية، بس الحمد لله دلوقتي بس برضو ما زلنا برضو ناجحين يعني شغالين، ما فيش اي عواقب، عندنا جميع الرواتب بتنزل، الامور ماشية الحمد لله. بس مقارنة قبل فيروس كورونا لا في اختلاف بس مش قوي يعني. نعم. بسيط. طبعا اعزائي المشاهدين يعني فاصل قصير ونستكمل هذا اللقاء التلفزيوني مع رجل الاعمال السيد رأفت محجوب. سيد رأفت محجوب يعني رجل الأعمال من إمارة أبو ظبي، يعني لو أردنا نتحدث شوي عن الرؤية المستقبلية إن شاء الله يعني بعد سنوات قادمة يعني لقلب المدينة لدارة العقارات، يعني هل من رؤية مستقبلية سيدي في السنوات القادمة؟ إن شاء الله بإذن الله. إحنا دايما
بنحلم نحن نكبر الشركة أكثر من كده، يعني نفسنا نوصل لمرحلة إن احنا نكون مطورين إن شاء الله يا رب. يعني ده حلمنا إن احنا نكون زي الشركات الكبرى مطورين يعني بإذن نعم. الله. وهناك سبب النجاح سيدي لك، وأكيد هناك مثل أعلى في حياتك والدك والله يحفظ لك إياهم، ويعني والأحياء والأموات الله يا رب يحفظ لك إياهم. آمين يا رب. آمين يا رب. هل من مثل أعلى لك في حياتك وسر نجاحك في دولة الإمارات؟ والله سر النجاح في دولة الإمارات السمعة الطيبة. السمعة الطيبة. نعم. والمصداقية. والمصداقية. نعم. نعم. يعني هنا الحمد لله رب العالمين، الإنسان اللي بيكون ماشي صح دايما بيتقدم بسرعة قوي يعني. طبعا احنا بنشكر سمو الشيخ خليفة، وبنشكر سمو الشيخ محمد بن زايد، وجميع الشيوخ وحكام الامارات، وبنترحم دايما في كل وقت على سمو الشيخ زايد الله يرحمه، مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة، وهو صاحب الفضل الاول والاخير اللي استحالة هننسى كل اللي عمله سواء لدولة الامارات او سواء لجميع الدول العربية او الغير العربية. فدايما الخير خلف لخير سلف، يعني فعلا الشيخ خليفة الله يحفظه واسمه الشيخ محمد، يعني دايما قلوبهم الرحيمة مع أهل الإمارات وجميع الدول العربية وفي كل حتة في العالم. فإحنا بنشكرهم وبنقول لهم ربنا يطول في عمركم وربنا يحفظكم وربنا يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويحفظ شعبها اللي هو أطيب شعب وأحسن شعب. مرحبا بالسجور المخلصين قابلين الوطن صعدات كرامة يقراهم عندي. يعني هذا يدل حبك ولاك وانتمائك يعني ما شاء الله الحقيقي لدولة الإمارات. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الفضل في الأول والأخير بعد ربنا سبحانه وتعالى لدولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. يعني احنا فعلا الخير اللي احنا فيه من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولازم نعترف وهنفضل نعترف حتى لولادنا كل اللي احنا فيه، النعم اللي احنا فيها من خير البلد دي. فاحنا بنشكرهم ودايما ربنا يحفظها ويحفظ شيوخها ويحفظ شعبها. اللهم امين. فلهم مني كل الحب والتقدير والاحترام. اللهم امين يا رب. احنا لك التوفيق. الله يخليك يا رب. وهل من كلمات أخيرة عبر قناة سما الخليج لم نشأ؟ أنا طبعا بنشكر سما الخليج اللي هي دايما بتدعم المستثمرين ورجال الأعمال وبتعمل معاهم حوار، وبنشكرها وبنتمنى لكم طبعا مزيد من التقدم والإصدار، وانتوا أصلا ناجحين وبسم الله ما شاء الله قناة لها مشاهدين كتير جدا، فبنشكركم وبنقول لكم ألف شكر. واحنا بدوركم واحنا بدعمكم واحنا بنستمر في هذا. الله يخليك يا رب. شكرا سيد رافت محجوب على حسن استقبالك لفريق كفاءة. احنا اللي بنشكركم. واتمنى لكم التوفيق وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. وقائد الوطن بألف خير. آمين يا رب. في رعاية الله.